بدت عودة السياسيين السنة البارزين إلى المشهد كأنها محاولة من جانب حلفاء إيران لتفكيك الكتلة البرلمانية التي يتزعمها الحلبوسي المتحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضمن إنقاذ وطن. وعلى الرغم من شح المعلومات المتوافرة حول الأطراف التي أعادت سليمان والعيساوي إلى المشهد السياسي، فإن الاتهامات تحوم حول حلفاء طهران. على الرغم من نفيها التدخل في هذا الملف، إذ يمكن اعتبار هذه الخطوة محاولة يائسة من أطراف الإطار التنسيقي لاستهداف الحلقة الأضعف داخل التحالف الثلاثي والمتمثلة في القوى السنية. بعد أن أخفق حلفاء طهران في إقناع الصدر بالعودة إلى تفاهمات البيت الشيعي، ولم تتمكن الأطراف من إعادة ترميم العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد القصف الإيراني الأخير لمدينة أربيل. فلو اتخذت أطراف الإطار التنسيقي هذه الخطوة، والتي لا تبدو محسوبة بعناية خصوصا مع عدم امتلاك الزعامات العائدة ثقلا برلمانيا، فضلا عن انحسار تأثيرها في إطار محافظة الأنبار التي يقتصر تمثيلها البرلماني على 15 نائبا معظمهم ضمن تحالف السيادة. لكن المتتبع للأحداث سيجد أن الأحكام والملاحقات القضائية على زعماء المشهد السياسي السني تعود إلى عام 2011 مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد ومحاولات المالكي كسر التوازنات السياسية التي كانت سائدة حينها والانحياز إلى جانب طهران. ومن هذا الاستنتاج يمكن التأكيد بأنها ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الأجنحة الموالية لإيران بتسوية ملفات شخصيات مطلوبة إلى القضاء مقابل تنازلات سياسية. فلم يظهر الإطار التنسيقي تحفظا واضحا على عودة سليمان في بادئ الأمر، إلا أن تصاعد منسوب الانتقادات والاتهامات بالضلوع بهذا الملف دفعه إلى نفي أي صلة به.